سلام غزالتي، وليك ديري لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ بخير؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وبصحه جيده. كما كتشوفوا معايا هنايا البنات، راني جبت لكم وصفه ديال الشعر زوينه 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 بزاف، بالنسبه لترطيب الشعر وبالنسبه ما يبقاش لكم الشعر ديالكم ناشف. كما كتشوفوا معايا البنات، اليوم جبت لكم هذه الوصفه، اتمنى تنال الرضا ديالكم. وهنايا البنات عندنا المكونات ديالنا، عندنا الورد. البنات راه الورد راكم عارفين الفوائد ديالو للشعر، هو ومرض الشمس. المهم عندكم الازير، هادو البنات راهم زوينين للشعر. وعندنا الريحان والكركديه، عندنا هنا البنات الريحان وعندنا الكركديه وعندنا ورق السدر وعندنا التفاح وعندنا قشور الرمان وعندنا هنايا الريحان وعندنا الورد وداك هنا عفوا البنات، عندنا الخزامه وعندنا الورد والريحان واللزاز كما كتشوفوا معايا البنات. وانا غنبدا معكم دابا الوصفه ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا البنات، هنا عندنا الورد وعندنا سميتو الزعتر والازير، وغنبداو بسم الله على بركه الله نضيفهم في كاسرون ديالي، وغادي نضيف عليهم الماء ونخليهم يغليو. كما كتشوفوا معايا البنات، هنا راه غلى ليا وخليته تبرد الماء ديالي، عاد باش نوريه لكم البنات. كما كتشوفوا معايا هنايا، غادي نضيف هذاك الماء ديال الازير والورد والزعتر، غادي نصفيهم في الكاسرون ديال في الاناء ديالي بحال هكا البنات. وغادي نضيف عليه المكونات، حيت البنات غنوضعوا الشعر ديالي. انا البنات ما كنستعملش الحنه للشعر ديالي، داكشي علاش كندير ورق السدر وهاد الخلطه بدون حنه البنات، حيت ما كنستعملش انا الحنه للشعر ديالي البنات. كما كتشوفوا معايا، وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم البنات. هاد الوصفه غير جربوها، راه ساهله البنات في متناول الجميع وزوينه بزاف بالنسبه للشعر، وكتعطي داك الكركديه البنات، راكم عارفين الفوائد ديالو للشعر، وهو والريحان والزاز، راه الناس الكبارين الناس القدام كانوا كيستعملوه، وحتى حنايا هذه عادات المغاربه كلنا كنستعملوه. كما كتشوفوا دابا حنا مقبلين على الصيف، خصنا ضروري ما نعتنيو بالشعر ديالنا مع الشمس، الاشعه ديالها راه قويه للشعر، وخاصه البنات اللي كيعديو الشعر ديالهم خصهم شي يديروا الشعر ديالهم يهملوه. وبالنسبه للكركديه البنات، راه كيعطيك داك اللون الاحمر ملي كتخرجي الشمس، كتعطيك هاد اللمعه حمراء في الشعر ديالك. بالنسبه للبنات اللي صابغين الشعر ديالهم بشي لون مفتوح، ما ننصحهمش بالكركديه، ما يستعملوش الشعر ديالهم والدباغ البنات. هاد الوصفه راه زوينه بزاف، نتمنى تجربوها وتردوا عليا في الكومونتيرات، وفضلا وليس امرا. ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه كما كتشوفوا معايا، انا غنطبقها دابا على الشعر ديالي، ونمني نساليها البنات ونغسلها من الشعر ديالي، غنوريكم النتيجه كيفاش جاتني. وكما كتشوفوا معايا البنات، هاد الوصفه راه زوينه البنات بزاف، وغنطبق على الشعر ديالي من الفروه ديال الراس ديالي حتى الاطراف، ونديرو فوق من واحد البلاستيكه، راه المغاربه ديالنا كلهم عارفين كيفاش الطريقه ديال الحنه،
راه عادي بحال غديري حنه، وهي كندير في هاد العشوبه البنات. ومتنساونيش من لايك وتعليق وفضلا وليس امرا، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم ومحتوى يكون في المستوى. ومع السلامه.